السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نبدأها بالعناوين. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الجنينة. حمدوك يعقد اجتماعا طارئا مع الولاة للوقوف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية. المؤتمر الشعبي يدعو للاهتمام بمعاش الناس ويلمح لاختراق استخباراتي أجنبي. أهلا بكم مشاهدينا، ونحن نستقبل عاما جديدا، كل عام وأنتم بخير، وأيضا أهلا بكم في هذه النشرة السودان هذا المساء والتي نبدأها. أصدر ولي ولاية غرب دارفور عبد الخالق بدوي محمود قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ويومي 29 و30 من ديسمبر الجاري. وتضم اللجنة ممثلين للأجهزة العدلية والقوات النظامية والإدارات الأهلية، ودعا الوالي مواطني الولاية إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء السلام والاستقرار في ولايته التي تواجه تحديات أمنية. وكشف والي غرب دارفور عن وصول وفد من وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة للوقوف على الأوضاع ميدانيا. وفي السياق، أكد رئيس النيابة العامة بولاية غرب دارفور ياسر أحمد محمد أن النيابة العامة بدأت أعمالها منذ اندلاع الأحداث حتى تحفظ للمتوفين حقوقهم. كل ما هو مطلوب منا من الناحية المهنية في أن حفظنا حقوق كل الذين يعني استشهدوا أو توفاهم الله في هذه الأحداث. وحقيقة نحن برضه قاعدين نأكد إنه يعني حتى يعني يصل حقيقة للجميع إنه هذه الأحداث راح ضحيتها حوالي يمكن 17 شخص وجرح حوالي 32 شخص. وفي السياق، أيضا أكد مدير شرطة ولاية غرب دارفور اللواء عمر محمد أحمد الطيب، أكد أن التنسيق الكامل بين القوات النظامية كافة أسهم في استقرار الأوضاع. أول حاجة الحياة عادية جدا الحمد لله سبحانه وتعالى، والأمور كلها طيبة، والناس يمكن تكون في تنسيق تام بين القوات، ونحن بصورة دائمة مع أخواننا في قوات الشعب المسلحة وفي الفريق وفي الشرطة، بنتناول يمكن كله صغيرة وكبيرة، وفي اجتماعات دائمة مع أخواننا في لجنة الأمن. يمكن حصلت أحداث يمكن جنائية نعتبرها، يمكن بلاغ في منطقة سوق والقرب بالقرب من معسكر، بعد ذلك بدأت بعض المشاكل وبعض التفلتات بالأمس، وبحمد الله سبحانه وتعالى أحب أكد مرة أخرى بأن الأمور الآن كلها تسير بصورة طيبة والحياة أصبحت عادية. عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعا طارئا مع ولاة الولايات اليوم للوقوف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ودعا رئيس الوزراء إلى إحكام التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية. وأكد رئيس الوزراء أيضا الاستعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الولاة حتى يتسنى لهم أداء دورهم بالصورة المطلوبة، ودعا إلى التكاتف والتعاضد والعمل سويا من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان. من جانبهم، أكد الولاة حرصهم واهتمامهم بقضايا الخدمات الضرورية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بولاياتهم. قال حزب التحرير والعدالة القومي إن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة خرجت عن المألوف وتشكل تحد سافر للسلطات. واستنكر حزب التحرير والعدالة القومي الاعتداءات على المواطنين، وحمل حكومة ولاية غرب دارفور مسؤولية ما جرى. ونبه الحزب في بيان له إلى اهتمام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالمركز وإغفالها للولايات ناحية التشريعات. وقال حزب التحرير والعدالة القومي إن ذلك سيجعل من الولاة مسؤولين بلا صلاحيات واضحة ووقوفهم عاجزين أمام مثل هذه التحديات، مطالبا بمعالجة أوجه القصور في الوثيقة.
سلم رئيس وفد الحكومة المفاوض الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة اليوم بجوبة مسودة الاتفاق الإطاري لمسار الشمال التفاوضي بحضور الوساطة وقيادة الجبهة الثورية. وأكد تودز جولواك مستشار حكومة دولة جنوب السودان رئيس الوساطة المشتركة جاهزية الوساطة لمناقشة قضايا التفاوض في كل المسارات، وقال إن مسار الشمال من المسارات المهمة، معتبرا أن تسليم الموقف التفاوضي لوفد الحكومة يعد خطوة إيجابية، خاصة وأن هناك قضايا الأمن والسدود والنزوح. من جانبه أكد الكباشي حرص الحكومة الانتقالية والتزامها قضايا الأمن بتحقيق السلام، وأعرب عن تقدير وفد الحكومة لجهود الوساطة والجبهة الثورية بمختلف مكوناتها على التعاون والإرادة والروح التي أبدوها للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. أعلنت وساطة دولة جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية التي تجري بجوبا تعليق المفاوضات بكل مساراتها للاحتفال برأس السنة الميلادية. وأكد عضو لجنة الوساطة ديو ماتوك عقب جلسة ضمت الوفد الحكومي والحركة الشعبية جناح مالك عجار تقدم المفاوضات في كل مساراتها، وأشار إلى أن الجلسة مع الحركة الشعبية تم التوصل فيها لتوافق في عدد من ملفات الاتفاق الإطاري وتبقى القليل. وأشار إلى أن الاجتماعات سوف تصل يوم أو تتواصل يوم الجمعة المقبل بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية لاستكمال النقاش حول الاتفاق الإطاري. الوفدين تدارسوا الاتفاقية وتوصلوا للاتفاق في أغلب البنود، وتبقى جزء من البنود تحتاج لتوافق أولها، ونسبة للقدوم أيار هذا السنة، وكنا ذكرناه في البيان قبل أسبوعين إنه نحن نعطل الجلسات كل الأيار هذا السنة. نحن قررنا إنه نرفع الجلسة لأن تعاود الاجتماعات يوم الجمعة صباح. حملت قوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور الحكومة مسؤولية نهب مقر اليوناميد بنيالة، ووصف مراقبون حادثة النهب بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بالمقر. وإلى ذلك أعلن مدير شرطة جنوب دارفور نيازي صالح عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادث النهب، واتهم صالح في مؤتمر صحفي بنيالة جهات لم يسمها بتدبير الأمر. تناقلت وسائل التواصل خبر الاعتداء على مقر بعثة اليوناميت سابقا في نيالة وتعرضه للنهب والسلب، فحملنا أمتعتنا صوبه لإجلاء الحقائق، ولكن قبل الوصول وجدناه عتادا محمولا على وسائل النقل كما في هذه الصورة، وهذا ما تبقى منه حتى هذه اللحظة. الموقع أصبح مفتوحا للكل دون أي موانع، ولا توجد قوات نظامية تحافظ على الأقل على ما تبقى فيه. عبارة عن مدينة عالمية الآن تم تخريبه بشكل يبدو أنه ممنهج، وحكومة ولاية جنوب دارفور عارفة وشاهد ومشاهدة، وإلى الآن الكلام ده له 3-4 أيام الحاجات المعلنة، طبعا 4-5 أيام إلى الآن لا، يعني ما في أي حكومة جات هنا ولا منعت ولا أوقفت المواطنين اللي بينهبوا في الموقع وفككوا فيه. إحنا الآن شهدنا أنه ناس شايلين فؤوسهم وشايلين شواكيشهم وشايلين عجناتهم وجايين بفككوا في الموقع. حوالي 100 مليون دولار تسلمتها الحكومة السودانية من أصول ثابتة وعتاد فني ووسائل حركة. مدينة جامعية متكاملة دعما لجامعة نيالة ومركز تدريب الشرطة. تلاشى الكسب سريعا دون توجيهه إلى مقاصده كما جاء في اتفاق التسليم والتسلم. يمكن في جهات فعلت ما فعلته، بعد ذاك حاولت تغطي على أحداثها والأفعال اللي قامت بها، حرضوا المواطنين على إنهم يجوا يخربوا، وصراحة الخراب يعني في النهاية هو دمار للبلد، وليس يعني هو خراب للتعليم، خراب للصحة، خراب للزراعة، وهي دي كانت يعني يمكن نعلم الحجم المال اللي تركته أو التركة تركتها اليوناميت تعادل 100 مليون دولار. أين الآن 100 مليون دولار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا كان موقع اليوناميت بجنوب دارفور الذي تسلمته الحكومة السودانية من الأمم المتحدة، وهو يحوي معدات ومواد فنية دعما للتعليم والصحة والزراعة بما يقدر ب 100 مليون دولار، ولكن لظروف ما
طالته يد الخراب فأصبح من الماضي. ما زال بيتسرق حاليا وما زال الوقود بيتسرق. قوى الحرية والتغيير حملت الوالي وأجهزته المساعدة مسؤولية ما حدث من تدمير لمقر بعثة اليوناميت سابقا في نيالا، وهي تشكو في ذات الوقت عدم التوافق مع الوالي في تسيير دولاب العمل في الولاية مما انعكس على الأداء العام كما تقول. إنه بنحمل الوالي والحكومة التنفيذية كامل عملية النهب والسرقة الممنهجة في معسكر اليوناميت، ونحن عملنا خطاب واضح لمجلس الوزراء بينا فيه الحاجة دي وأكدنا فيه لابد من وجود تحقيق عاجل. ويقول مراقبون أن تلاشي مقر بعثة اليوناميت سابقا في نيالا بهذه الصورة قضية يجب أن تجد المحاسبة في التقصير في ضياع مكاسب يمكن أن تكون إضافة تنموية للمواطن في هذه الولاية. مهدي العزيب، الشروق، جنوب دارفور، نيالا. دعا حزب المؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية للاهتمام بمعاش الناس ورفع الحد الأدنى للأجور ضعف ما ذهبت إليه بأن يكون الحد الأدنى للأجور 8864 جنيها، كما دعتها لإقرار ميزانية حقيقية على حد تعبيرها من خلال مشورة الخبراء الاقتصاديين من أبناء الشعب السوداني وفي مؤتمر اقتصادي جامع تدعو له الحكومة. وحي الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بداره بالخرطوم حيا كل أسر الشهداء، منوها لوجود مركز للتجسس على هواتف الشعب السوداني وسط الخرطوم وهو مملوك لدولة صغيرة لم يسمها، في إشارة منه للاختراق الاستخباري الأجنبي لسيادة الدولة داعيا الدولة لمعالجة أزمة غرب دارفور قبل أن تتفاقم. شدد عضو مجلس السيادة صديق تاور على ضرورة إتاحة المجال للعلماء لتقديم عصارة تجاربهم للأجيال للاستفادة منها. وأشار تاور لدى مخاطبته المحاضرة العلمية السنوية التي تنظمها كلية زمزم الجامعية بحضور نخبة من العلماء السودانيين إلى التحديات التي تواجه العلماء السودانيين في الخارج، إضافة لاكتسابهم معارف وثقافات جديدة. طالب خبراء في مجال الري بضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية لتطوير قطاع الري بالسودان، وداعين خلال توصيات ورشة تخطيط وإدارة الموارد المائية بالسودان إلى تخصيص ميزانية للبحث العلمي في مجال الري. وقال الخبير في مجال البحوث نادر أحمد إن البحث العلمي هو المجال الذي يمكن من خلاله أن يتقدم قطاع الري بالسودان، ولابد من وضع الميزانية اللازمة لإنجاز البحوث. نفذت مؤسسة إنماء للصدقات بالسودان التابعة لمجموعة سعيد أحمد لوتا مشروعا لدعم ذوي الدخل المحدود بمنطقة العرباب شرق مدينة واد مدني. وقال رئيس المؤسسة محمد مبارك الشيخ إن ضربة البداية ب 67 رأسا من الماعز الحلوب استهدف بها 26 أسرة دعما غير مسترد، ودعم محمد مبارك المستفيدين للمحافظة على هذا المشروع باعتباره مصدرا ثابتا للدخل، وأكد أن مشاريع إنماء الصدقات قصد منها تحقيق الأسر المنتجة بتغطية عدد أو أكبر عدد ممكن من هذه الأسر بولاية الجزيرة. أبشر أهلنا في ولاية الجزيرة بأن المشاريع بدأت وإن شاء الله ستتواصل حتى نغطي أكبر شريحة من المستفيدين. كل ما هو مطلوب أن تأتينا الكشوفات من الجهات المسؤولة. احتفلت شركة زين بالذكرى السنوية لاستقلال السودان والذكرى الأولى لثورة ديسمبر، وذلك عبر مبادراتها ليلة في حب الوطن. وضمن فقرات الحفل الذي أمه عدد من المسؤولين والجمهور جرى تدشين كتاب السودان أبيض وأسود والذي يوثق للسودان منذ العصور الحجرية وحتى تاريخه الحديث. وقد عملت زين على تصميم الكتاب وطباعته بأحدث الطرق.
بهذا اللحن الطروب على مسرح قاعة الصداقة بالخرطوم اجتمع ثلة من أبناء السودان لإحياء ليلة في حب الوطن. أعز في هوى كانت المحطة الأولى لهذه الأمسية، لتتوالى بعد ذلك أغاني الاستقلال التي تغنى بها الرعيل الأول من الفنانين القدامى بكل حماس من قبل الحضور، خاصة الشباب الذي جمل الليلة بحضوره الأنيق. أنا أشكر لشركة زين إنها احتفت هذا اليوم بحب الوطن، وإنها أعادت إلينا هذه الذكريات الجميلة، وسعيد جدا بهذا الحشد الشباب الكبير وهذه الروح الوطنية التي تطمئننا في كل مرة، أنه طالما ظل هذا الشارع موجودا، طالما ظلت هذه الروح متغدة عند هذه الشباب، هذه الثورة لن تغيب ولن تنتهي ولن تنحرف عن مسيرتها. الشركة السودانية للهاتف السيار زين راعية الحفل قامت بتكريم الإذاعة السودانية تقديرا لدورها الطليعي في استقلال السودان وتثبيت أركانه في ذلك الوقت، كما دشنت زين كتاب السودان أبيض وأسود الذي وثق لحضارة السودان القديمة والحديثة بإشراف مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية. الاستقلال والثورة إنما هي قيم، إنما هي قيم تدعو للالتزام بالبناء وإعمار الأرض، وتدعو لتنافي الأنا ورفع قيمة الجماعة، تدعو للاحتفاء بتنوعنا وتعظيم قيمته. وإن نحن نجحنا في تطبيق هذه القيم على أرض الواقع، عندها فقط سوف يتجلى الهدف الأثمى. الفنان محمد الأمين أو الدلمين كما يسميه محبوه عطر المكان بأغنياته المجيدة التي خلدت الاستقلال وجعلته نبراسا لثورة شباب السودان لتمتزج المشاعر وتختلط العواطف في ليلة السلام وحب الوطن. كل عام والسودان بألف خير. إذن مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة. في أخبار الاقتصاد أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي أن وزارته وضعت حزمة من الخطط كفيلة بالاستفادة من حصائل الصادر بمنع التهريب وقفل المنافذ وضبط مناطق الإنتاج. وبحث البدوي وزير المالية مع اتحاد عام الصاغة الذي يضم عددا من الشركات العاملة ومجموعة تجار مصادري الذهب أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد. كما أمن وزير المالية على ضمان تسهيل عملية صادر الذهب لمواكبة الأسعار والتنافس الحر في البورصة العالمية. أوضح الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم محمد أن التخلص من العجز في الموازنة يستوجب دخول الحكومة في قطاع الاتصالات بنسبة 51%، ونوه إلى أنها تعد خطوة مهمة واستراتيجية لأن هذا القطاع يستأثر على مبالغ يومية ضخمة ويهيمن على السيولة. وأكد لؤي في تصريح لسونا أن قطاع الاتصالات يحاول سنويا مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار إلى الخارج، وبإمكان الحكومة إعادة أو تخطيط أراضي وتوفير الخدمات ومقايضتها بحصتها في شركة الاتصالات الموجودة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجبر هذه الشركات التي تحوز على سيولة بمبالغ طائلة على تطوير القطاع العقاري. اطلعت مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة توحيد بابكر محمد أحمد على سير العمل بالمشاريع والعقبات التي تعترض العمل في قطاعات الكهرباء والمياه وغيرها، وجاء ذلك لدى لقائها بوفد من أصحاب مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني الخلوية بمحلية الكاملين. ووجه التوحيد بمنح المنتجين حصة إسعافية من الجازولين ومخاطبة إدارة البترول لحل المشكلة جذريا والجهات ذات الصلة لحل مشكلة الكهرباء والاستفادة من كهرباء المشاريع الزراعية للمساهمة في زيادة الإنتاج. وأعلنت عزم وزارتها إنشاء مراكز لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية.
في أخبار الرياضة، تبدأ بعد غد الخميس التسجيلات التكميلية للاعبي كرة القدم في السودان وتستمر لثمانية أيام. وقرر اتحاد كرة القدم أن يكون تسجيله عبر النظام الإلكتروني وبحضور ممثلي الأندية. وعلى جانب الأندية، تسابق إداراتها الزمن لإتمام اتفاقياتها مع الأندية لضمان تدعيم صفوفها قبل انطلاقة نصف الموسم الكروي. ورشحت أنباء عن إكمال نادي الهلال والمريخ لعدد من الصفقات مع الأندية، كان اتحاد الكرة طالب بالإطلاع على المرفق منها قبل اتخاذ أي إجراء، بيد أنها سارية كما تم الإخطار بها من قبل. عين نادي الهلال العاصمي هاشم تيا الشهير بكندورة في منصب المدرب العام للفريق إلى جانب المصري حمادة صدقي خلال المرحلة المقبلة. وعلى صعيد استعدادات فريق الكرة، يبدأ الفريق غدا الأربعاء عدده للجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات، حيث يستضيف الفريق النجم الساحلي التونسي بعد أقل من أسبوعين من الآن. وكان الفريق قد حقق الفوز خارج أرضه في الجولة الثالثة على النجم الساحلي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. مشاهدينا، في ختام جولتنا السودان هذا المساء نذكر بأبرز العناوين. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الجنينة. حمدوك يعقد اجتماعا طارئا مع الولاة للوقوف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية. المؤتمر الشعبي يدعو للاهتمام بمعاش الناس ويلمح لاختراق استخباراتي أجنبي. إذا مشاهدينا، كل عام وأنتم بخير. وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا السودان هذا المساء. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا اشروق.net. في أمان الله.